شمس وقمر على مسرح كازينو لبنان كل خميس جمعة وسبت. هالمسرحية الاستعراضية اللي أخذت شهرة كبيرة لبنانيا وعربيا وما بعرفه عالميا كمان. إن شاء الله إن شاء الله عالميا. لديك توني عاد فيروس بالمسرحية بس أبدا مش فيروس ولا أي مكان تاني بالعكس كلك جود فايبس. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. كيف شمس وقمر؟ شمس وقمر كتير حلوة، مسرحية جديدة مضطر على الموضوع الوطني بإطار جديد حلو شوي كتير رمزي بطريقة مش مصعبينة على الناس بالعكس، بس طريقة تحريضية شوي يعني بتخلي الناس يفكروا نتفة، تحفيز على التفكير على القليلة، لأنه هذا هدف الفن بالآخر. يعني هدف الفن هو فتح أفق للعالم لحتى يشوفه من بيرسبكتيف تانية، من منظار تاني الدنيا والحياة وكل المشاكل اللي بتواجهنا. نعم. فهيدي شمس وقمر هيك عم تعمل. استاذ وجدي شيا وتحيه لإله كمان، معروف طبعا على انه عنده صدق بالتعاطي ان كان يعني فنيا او حتى من خلال يعني الرساله اللي بيكون حابب انه يوصلها، مشان هيك يمكن رسائله قليل ما بتبين كثير دائما، ولكن تكون الرساله هيدي 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 مشكله شوي. يعني ما بدي احط الحق على حدا، اوقات بيكون التقصير من الفنان نفسه، اوقات بيكون التقصير من الاعلام يلي بيعتمد اوقات الجاهز واللي مبين اكثر لحتى يظهروا، واوقات هذا الشيء طبيعي. عم اقول لك ما بدي اظلم حدا بهذا الخصوص، بس اللي بدي اقوله انه وجدي حاول اني هالمره يتوجه للناس بشكل قوي كتير بشكل مباشر بدون ما نشرب الاشياء بالملقعه، بشكل فني جديد، بانه حاول يفرجي هويته الحقيقيه باي كتاب بيقرا. نعم. لحتى يبين هذا المسألة. رح ننتقل لمواضيعنا الوطنيه للحظات ونرجع معك على مواضيعنا الوطنيه الخياليه كمان. نرجع لشمس وقمر معنا ببلوك نوت توني عاد. توني اهلا وسهلا فيك مره جديده. خياليه الاحداث بس الرساله حقيقيه؟ اكيد اكيد، لانه اوقات بتوصلي الشغله اللي بدك اياها بطريقه رمزيه، واوقات قد ما تكون عميقه بتكون خفيفه ولذيذه لحتى توصل للناس بشكل حلو، لانه باخر النهار الفن هدفه هو تسليه الناس، ولكن مثل ما قلت انه فتح افق جديد لحتى يطلعوا على مشاكل الحياه تبعهم كان سياسيه او غيره او وطنيه او شو بمنظار مختلف. خلينا نشوف احداث المسرحيه شوي. مستر فيروس مستر فيروس أنا جوعان أنا تعبان، عندك دواء للفقر يا مستر فيروس؟ أوه يا في عنا دواء للفقراء يخليهن لفقر أسرى، في عنا دواء للفقراء يخليهن لفقر أسرى. اكسكيوز مي، يا إما يموتوا من الجوع يا إما نشغلهن أجرا، في عنا دواء للفقراء يخليهن لفقر أسرى. لا سوري، يا إما يموتوا من الجوع يا إما نشغلهن أجرا. عنا وظايف غير الشكل، رؤساء ونواب سباينج جويسيس الكل معارض عنا. اهم شيء سوري والاكسكيوز، يعني ما في شيء بيعبر اكثر من هيك عن الحاله مثل ما هي. هو بيعملوا عملتهم بالاخر بيقولوا لنا سوري اكسكيوز مي. لا اكسكيوز مي سوري قبل ما يعمل عملتهم كثير بكل تهذيب. يعني بكل الحالات نحن قلنا ذنب، يعني طبعا الشعب والناس قلن ذنب بأنهم بيسمحوا للآخرين يتدخلوا بشؤونهم، مهما قوي الناس البرة ومهما كانت قوتهم فعلي والدول تكون عظيمة،
إذا الشعب حقيقة عم بحكي ومش عم بحكي شعر يعني، إذا الشعب هو ما سمح للآخرين يتدخلوا فيه ما حدا بيقدر يتدخل فيه. ممكن يضغطوا عليه بشتى الوسائل، بس قديش هو قابل أنه يتحمل الضغط. نحن ما فينا ننكر أنه شعبنا تحمل كتير ضغط، ولكن أنا بعتبر أنه كان في سبق بالوقت بين قدرتهم على تحمل الضغط وبين إرادتهم أنه الناس تتدخل فيهم. فهيدي ساعة التخلي، بنقول هيدي الفاز فيد اللي كانت موجودة بحياة الناس، هيدي المساحة الفارغة والوقت الفارغ هو اللي وقعنا باللي احنا طبعا فيه. الضغط علينا مش مثل اي ضغط، ضغط كتير كبير، واي شعب عنده ضغط من هالنوع ما بعرف كيف ممكن انه يقدر يكون موحد دائما، لكن هيدا دائما عندنا امل، هيدا الامل عندنا امل دائما. توني مستر فايروس يعني كاركتير كوميك بالمسرحيه. ايه هو يعني اتفقنا التريو، اتفقنا استاذ وجدي وجهاد وانا على انه استاذ جهاد الاندري هو مخرج المسرحيه اللي بوجه له تحيه له، اتفقنا انه يكون تكون الشخصيه لايت، يعني لانه هو بيسبب مشاكل للناس وهو بيضحك على مشاكل الناس مثل ما سمعنا هلا بالغنيه، فاذا ما كان لايت ولذيذ رح يكون نافر ومزعج بالمسرحيه. فبهالاطار يعني ركبنا الشخصيه هيك بيوصل اكثر، لازم، وبعتقد الحمد لله يعني عم يوصل بسلبياته بيوصل اكثر. تاليف وموسيقى وجدي شيا طبعا، اخراج جهاد الاندري، وكوريغرافيا سامي الحاج. صحيح. قد ايه اهميه التحيه لك للثلاثه، بس قد ايه اهميه الكوريغرافيا بهالمسرحيه؟ شوف المسرح الاستعراضي يعني هو عمليه اظهار الفنان الكامل، الفنان عم بحكي عنه بكل شيء، يعني عم بحكي اظهار الفنان الكامل كمؤلف، واظهار الفنان الكامل كمخرج، واظهار الفنان الكامل كممثل وككوريغراف وكذا. هو انك تحكي بالموسيقى وبالحركه وبالكلمه اللي بدك، وبالسينوغرافي اللي بدك توصليه على للناس. فاكيد الكوريغرافي كثير مهمه، ونحن يعني لنا تجربه، يعني انا شخصيا لي تجربه سابقه بهذا الموضوع بمسرح اعتمد الكوريغرافي مع الموسيقى فقط، اللي هو مسرح كاراكلا. وبعدين وقت اللي انا شاركت كان صرنا مسرح غنائي، اعتمدنا الحوار و الاخوان الرحباني كذلك الامر. هلا وجه شيء ما خرج عن هذا السياق، وهي طبعا مش مطلوب انه حدا يطلع عن هذا السياق. هلا فاتت الكلمه على الموسيقى على الرقص، صار الفنان بيقدر يعمل كل شيء، والفنان مطلوب انه يعمل كل شيء اللي بده يشارك بمسرح استعراضي. طبعا عاصي الحلاني نادين الراسي بادوار رئيسيه، اللي هي ادوار شو؟ شمس وقمر، يعني شمس اللي هي نادين، وقمر اللي هو عاصي الحلاني، هن سوار. هن الحاله الاستثنائيه اللي بالشعب اللي رافض الذل والخنوع. يعني كلمه النخ نحن كثير بتمرق معنا بالمسرحيه، هو الشعب الناخخ على طول، والناخخ اللي ما بيعرفها هو المنحني، يعني اللي موطي راسه. فشمس وقمر هن الناس اللي ما بدهم يوطوا راسهم، وكل واحد اثنيناتهم بيحبهم لبعضهم، وهالظلم اللي لاحق بالناس اللي صابهم لهم اثنيناتهم وخربط لهم عرسهم و الى ما هنالك وبعدهم عن بعضهم، ولكن الثوره والوطن هن اللي وحدوهم رجعوا عن جديد. طبعا عم نحكي، كنا قبل شوي كوريغرافيا، عم نحكي عن يعني ممثلين على المسرح عم يغنوا، عم بيرقصوا، عم بيمثلوا. صحيح. وبنفس الوقت عم بيكونوا بعمل اكيب 100%، وهي شغله منا هينه ابدا، يعني هون بيتمرس عليها الفنان على فتره طويله. يعني هذه صعوبه العمل. انتم جروب جديد، انتم كجروب ايه مع بعضنا، يعني في ناس تعاملنا قبل مع بعضنا وفي ناس لا، نحن جد على بعضنا، فكل واحد من 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 مدرسته من خبرته يعني اللي كان فيها قبل استخدمها طبعا لحتى هو ينجح ولحتى ينجح العمل بشكل عام. فعملنا كفريق على صعوبته، ولكن هو كتير لذيذ. يعني جرأة كبيرة لوجدي شيا يعمل مسرحية بهالظروف، مسرحية استعراضية على هالقدر من الأهمية والكلفة الكبيرة. طبعا أنا بدي حيي أول شيء، وبدي أطلب من كل الناس اللي عندهم هذا الشغف بالمسرح الغنائي والمسرح الاستعراضي. نحن أنا كممثل بحكي، كممثل عنده الهم الفني أولا، الهم أنه يتقدم الفن بكافة مجالاته وخاصة العمل الاستعراضي، وعم بحكي كممثل بشكل خاص. المطلوب أنه يكون في تعدد منتجين أو تعدد مؤلفين أو تعدد ناس
يعني عدد كبير من العالم اللي عندهم هذا الهم واللي بدهم يبينوا المسرح الغنائي والمسرح الاستعراضي كثير ضروري. وانا بحيي وجدي شيا وبقول انه كل واحد لازم يكون يعني مثل وجدي شيا عنده هيدا الشغف، وبحكي من دقني وجر مثل ما بيقولوا. انا باخرة النهار رايح لاتجاه اني اعمل ميوزيكل انا الي، فانا بقول ويمكن الظروف ما توافرت لي لحد هلا، بس انا بطلب من اي حدا عنده ظروف متوفرة له انه يعمل مسرح غنائي خلي يخوض هذه التجربة. ومعلش يعني الفشل والنجاح هي عملية نسبية، وضروري انه واحد يحاول لحتى يشوف اذا بينجح او بيش. بتصور المشكلة الوحيدة عندنا طبعا الانتاج اللي بنعرفها 100%، لكن اوقات بيوقع الانتاج كمان بالمكان الغلط. صح صح، بس انا برجع بقول لك انا مش عم بكون كتير دبلوماسي ما قلي بالعاده، بس انه بس مع انك مستر فايروس سوبر دبلوماسي ولا شوي بالفن مش ولا شوي، بس المطلوب لو اوقات الانتاج انعطل للناس الغلط، في هني بيتعاملوا مع ناس تانين، بيتعاملوا مع فنانين، اوقات هيدي الفرصه هي لفنان معين، يعني لفنان مشارك بهذا العمل انحط الضوء عليه، اعطته مجال ليتقدم اكثر، ان كان كوريغراف او كان ممثل او كان مصمم ازياء او كان مخرج او شو ما كان. فالمحاوله هي ضروريه. وطبعا هلا ما بقى حدا بيقدر يقول اني انا بدي اعمل مسرحيه استعراضيه بملقعتين خشب وكرسي بلاستيك، يعني خلص هلا صارت لا، المتطلبات الفنيه والانتاجيه والتقنيه كثير عاليه، لازم نبلش من محل على القليله يبيض وجه لبنان كبلد وصل لهذه التقنيات هاي، وعلى القليل كمان ما يعني ما نقلل احترام الناس اللي وصلوا لهالمحل طبعا، والقدرات الموجودة يعني عندهم ما تكون صحيح غير محترمة. أهلا وسهلا فيك توني عاد، شمس وقمر على مسرح كازينو لبنان كل يوم خميس جمعة وسبت، متأمل أن تكون كمان رح تبرم على الدول العربية على الأقل، وأكيد دول الخارج في مشاريع هلا يعني لبرمة لسفر على دول عربية وبعض دول أجنبية، ونحن بنقول إنه نحن مستمرين بكازينو لبنان طالما الناس حابين إنه يجوا يحضروا هذا المسرحية. نحن نزولا عند طلب الناس وحقيقة مش بس إعلان، يعني مددنا عمل مسرحية ورح نمدد فيها طالما الناس هني عبالهم إنه يشوفوها. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بانتظار كل جديد لألك ولكل كمان الأكيد. شكرا لك. مشاهدينا هلأ رح ناخد وقفة ونرجع نتابع.